تنامي؟ شو عم تعملوا هون؟ كنت رح جن لأعرف وينك. الحمد لله على سلامته عمو بدري. ما تطلع فيها هيك. لو رديت على تليفوناتنا من الأول ما كنت اضطريت وكل تحري إلا أنت بأي مستشفى. لو بدي إياكم تعرفوا وينك كنت أنا قلت لكم. الحمد لله على سلامتك عمو. الله يسلمك. إن شاء الله صرت أحسن عمي. ماشي الحال. ما تعتلوا أهم شيء، أنا بتكفل بحساب المستشفى. ما في زوم. ما حدا طلب منك هالشيء. ولو هيدي أقل واجباتي عمي. سهري سهري قايم بالواجب وأكثر. بابا سهرك؟ مين يعني سهرك؟ عن شو عم يحكي بيك؟ أنت إمتى لحقت تتجوزي؟ كيف ما خبرتيني؟ لحقت وخلصت. ميسان خدي وطاري لبرا انت وياه. انت سكوت. ما تقله سكوت، ما بسمح لك تحكيك مع بيك. بدك اللي صهري ومجن؟ بدك اللي صهري ومجن؟ انا عم بقول مش معقول تعمليها بس عملتيها. ابو عم تجاني. مين هو؟ هلا بدي اعرف مين هو وبكره بدي اطلع منه عم تفهمي؟ رامي اتركني رامي. فهمان ولا؟ قلت لك بعمل لك اللي بدك اياه، بتكفل بعلاجه. عيطي بعطيك اياها، كيف تعمل فيها؟ مين هو؟ مين هو؟ ما بخصك. صوتكم نحن بالمستشفى، شو صار لكم؟ خدي فولي انت ويا من هون. ما تقولي انا رح اعرف مين هو ومين مكان يكون رح الحق. واحد قريب منه هو ما خصه. انا برر اذا خصه ولا لا. انا اللي برر اذا خصه ولا ما خصه، مين مكان يكون رح اقتله. هو منو عايش هون، اجى تجوزنا وسافر. ان شاء الله عايش باخر الدنيا. باخر الدنيا رح الحق ورح اقتله. شو صار لك؟ باخر الدنيا. اطلب الامن. عملتوها فيا. اطلب الامن. اطلب مين ما بدك. حط صوتك رامي. عملتوها فيا. عملتوها فيا. شو صار لك؟ شرفك رامي، روح رح تعمل حادث وتموتنا. بلا هبلك وجنونك. ايه روح. الإهانة يلي تعرضنا لها بالمستشفى ما رح انساها بحياتي. معقولة كيف كبونا برا مثل الكلاب؟ هيدي الشغلة لحالها لازم تخليك تنساها وتبطل تفكر فيها. فكر بكرامتك يا زلمة، حاجة راكت وراها والبنت ما بدها اياك. بعطيك وصل انه بطل بدها اياك؟ تجوزت تجوزت فهام تجوزت، حاجة داعس على كرامتك وماشي. ليكي بتدعس على كرامتي إذا بخلي واحد تاني يخدم مني، عم تفهمي؟ أنت ليه ما بدك تقتنع إنه بح طارت من إيدك؟ ما في شيء اسمه طارت من إيدي، رح رجعها. رح أكمشها ورجعها. عن جد؟ أيام الحب شو بيسوي؟ اللي بحسه تجاهني فين أكثر من حب. قد ما قلك ما رح تفهمي. رح تستوعبي. هيدا ما اسمه حب، هيدا اسمه جنون. جنون. حرام يلي عم تعمله بحالك، عم بتعذب حالك على الفاضي.